مساء الخير، اليوم رح نبدأ بقصة لسلسلة جديدة وهي Resident Evil Zero. ويلا نبدأ. Feast on this. في صيف 1998، قطار مملوك لشركة الأدوية العالمية أمبريلا متجه نحو جبل بالقرب من مدينة راكون سيتي، وبيحمل القطار مجموعة من العلماء والأشخاص من أجل إعادة افتتاح أحد المراكز البحثية في المنطقة. ولكن حدث ما بالمتوقع، القطار بيمشي بأمان حتى مخلوقات غريبة دخلت عليه وبدأت مهاجمة الجميع. شخص مجهول خارج القطار بيراقب كل شيء من على قمة. بعد ساعتين من الهجوم على القطار، تم إرسال فريق برافو التابع لقوات الشرطة الخاصة أو تحت مسمى ستارز للتحقيق في سلسلة من جرائم القتل يلي تمت بسبب الزومبي في جبال أركلاي بالقرب من مدينة راكون سيتي. في الطريق إلى المكان، تعرضت المروحية لعطل مفاجئ في المحرك وتحطمت بمنتصف الغابة. ولما كانوا بيبحثوا داخل المنطقة، الضابطة ريبيكا وبقية طاقم الفريق لاقوا سيارة محطمة والسائقين يلي فيها يبدو انهم موتى او زومبي. كانت السيارة بتنقل مجموعة من السجناء الى قاعدة من اجل تنفيذ حكم الاعدام فيهم. انفصل فريق برافو عن بعضهم لاستكشاف المنطقة والبحث عن الهاربين. اما الضابطة ريبيكا اخذت مسار لوحدها بحيث وجدت القطار يلي تمت مهاجمته بنفس اليوم. دخلت، جميع الركاب كانوا ميتين تقريبا او الاسوأ حتى تحولوا لزومبي. قام واحد منهم وهجم على ريبيكا يلي تفاجأت لان اول مرة بتشوف زومبي، حملت مسدس واطلقت النار عليه حتى سقط. لما كانت بتستكشف القطار، التقت مع بيلي كوين. بيلي، لوتنانت كوين. You seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest! No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward, are you all right? What happened? It's worse than... We can't. You must be careful, Rebecca. The forest is full of zombies and... Monsters. Zombies and monsters. بهاللحظة بندرك انه الكيان اللي عم يواجهوه فرقة برافو اكبر بكتير من توقعاتهم، لان حتى الحيوانات وصلها مرض الزومبي وبدأت بالتحول. اتصال جاء لريبيكا من قائد فرقة برافو بخبرها عن خطورة السجين الهارب والتهمة الموجهة له، وهي قتل 23 شخص ولازم تاخذ حذرها بالكامل منه. ريبيكا التقت ببيلي مرة ثانية وهون طلب منها انه تساعده من اجل الخروج من المكان لانه مليء بالزومبي وصعب شخص واحد ينجو. رفضت بالبداية لانه هو عبارة عن قاتل بالنسبة لها ولازم تقبض عليه، لكن لما هجمت عليا مجموعة من الحشرات واضطرت انه يساعدها هو، اتفقت معه على انهم يتعاونوا مشان ينجوا ويخرجوا من المكان. سمعوا صوت لشخص غريب. كان نفس الشخص الموجود أثناء حادثة القطار. وبعدها بدأ فجأة القطار بالتحرك بدون سابق انذار. هون أصبح في مهمة جديدة لريبيكا وبيلي
إنهم يوقفوا القطار قبل ما يصطدم ويموتوا داخله. بعد عملية بحث طويلة وصلوا للمقصورة الرئيسية، مكان المكابح لإيقاف القطار. لكن بجانبها بيوجد جنديين وبيكلموا شخصين غريبين. This is Delta Team. This is Delta Team. We have gained control of the train. Over. Understood. This does not make any sense. How was the T-virus leaked? And why did it contaminate both the lab and the mansion, as well as a train almost 3 miles away? That's irrelevant. We must make sure no knowledge of this gets out. Destroy the train. Completely. How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. Huh? What happened? يبدو أنه في تعاون بين الشخصين من أجل السيطرة على القطار، لكن ليش؟ شو بهمهم؟ وليش بدهم الأخبار ما تتسرب للخارج؟ دخلت ريبيكا وبيلي لمركز قيادة القطار وشغل المكابح. تم تحويل مسار القطار لنفق مظلم وهو ماشي بسرعة. بعدها اصطدم ووقف أخيرا. خرجوا منه ودخلوا لمبنى مجهول. أول ما وصلوا لقوا حالهم بداخل قصر، وهذا المكان هو مركز أبحاث أمبريلا الأساسي، محل ما بيعملوا تجاربهم. وبجانبهم صورة للدكتور جيمس مارك، المدير العام الأول لمركز بحوثات أمبريلا. بكونوا مراقبين من قبل شخصين، وبعدها بيخرج صوت الدكتور مارك. The first general manager, Dr. James Marcus. Who on earth are those people? She's just a rookie, a member of STARS. Hmm, what about the male? I'm unfamiliar with him. Attention! Mm-hmm. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train, too. What? Revenge. On Umbrella. Years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? بعد مشاهدتنا لهذا الفيديو، نتأكد أولاً إنه شركة أمبريلا متخصصة بتطوير مواد بيولوجية بتقوم بالتعديل على الـ DNA لجعله أقوى، وأجرت عدة تجارب من قبل، وأحدهم هي الشخص اللي ظهر معانا من بداية الحلقة، وهو سبب انتشار هذا الفيروس بكل مكان وتحويل العالم والحشرات إلى وحوش زومبي. دخلوا إلى مكتب ماركوس ووجدوا فيه مذكرة يلي كاتب فيها كل أسراره، بحيث قام ماركوس بشكل سري بصنع فيروس الأسلاف داخل منشأة أمبريلا بدون علم أي أحد، وقام بتجريبه على الحيوانات وبعدها بتطويره لحتى وصل إلى التي فيروس أو التايرانت فيروس، وخطط ليقوم بانقلاب على الشخص الثاني واللي هو سبنسر. وأكيد سبنسر ما أعطاه الفرصة، فحاول يزرع بعض الجواسيس عنده ليعرف وين وصل بأبحاثه. عند استكشاف المنطقة عرفوا إنها منشأة تدريب مهجورة لجنود المستقبليين لأمبريلا. المقصد إنه داخل هاي المنشأة بجيبوا أشخاص عليها وبيعملوا عليهم تجارب الفيروس ليصبحوا أقوى. لما وصلت ريبيكا للطوابق السفلية بالمنشأة في القبو، شافت الأماكن اللي بتتم إجراء التجارب فيها على البشر والتعذيب اللي بيتعرضوا له. لكن حدث شيء تاني. Dr.
It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus has almost been completed. Our only remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Fine. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. من الواضح انه ألبرت ويسكر قرر ترك أمبريلا والذهاب الى شركة ثانية. اما الدكتور فراح يستمر لانهاء الجي فيروس. يبدو انه هدول الاثنين كانوا عميلين عند سبنسر. ذهب بيلي الى ريبيكا وانقذها. وبعد اتصال من قائد برافو أنريكو بيسأل هل قبضت على بيلي، فبتقول له انه هرب ولسه ما قبضت عليه على الرغم انه كان جنبه. بعدها بلاقي بيلي مركبة صغيرة داخل المركز، بيخبرها لريبيكا انه وجدوا اخيرا طريقة للخروج من المكان، واول ما حاولوا يركبوا هجم قرد متحول الى بيلي ودفشوا من الاعلى وسقط داخل المياه. راحت ريبيكا ركبت المركبة لوحدها، نقلتها لمركز الابحاث الداخلي محل ما كان سبنسر يعمل تجارب على البشر ويحاول يخلق منهم وحوش، وأولهم وحش التايرنت العملاق وموجود داخل أحد الكبسولات. سمعت روبيكا أصوات خطوات، اختبأت، والمفاجأة كانت قائد فرقة برافو أنريكو، وأخبرها أن بقية فريق برافو راح يجتمعوا بقصر قديم عثروا عليه، وسألها هل قبضت على بيلي؟ جاوبته لا. افترقوا مرة ثانية وذهبت روبيكا لإنقاذ بيلي يلي كان غارق في المياه، والشخص المجهول يلي بيراقبهم قرر يتخلص منهم وراح ليواجههم. أول ما شافهم حكى لهم القصة كاملة. Welcome, young one. So glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr. Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 years ago, Spencer had me assassinated. Time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker. Birkin. However, something wondrous happened. It took the T-virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate. بعد معركة طويلة قدروا يتغلبوا عليه، لكن ويليام يلي بيشتغل على الجي فيروس شغل التدمير الذاتي للمكان،
فكان بيلي وريبيكا أمام تحدي كبير، أولا أنهم يهزموا ماركوس، ثانيا يخرجوا من المقر قبل تدميره. بعد محاولة طويلة قتلوه لماركوس وصعدوا للخارج. Hey, Queenie! Feast on this! Hey, that must be the old mansion that Enrico was talking about. I guess it's time to say goodbye. وهون كانت نهاية الفيديو. إذا عجبكم لا تنسونا بالدعم، والسلام عليكم.